اهلا بكم في الجزء الاخير من حلقه اللادي عن الثوره وضيوفها الاستاذ الدكتور عمرو عادل والاستاذ محمد الهامي. دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي لمجلس الثوره المصري، استاذ محمد الهامي باحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه بيغيب عننا لظروف بس قهريه عن الدكتور عطيه علان، لكنه ان شاء الله ربما يعني يلتحق بنا مره اخرى، لكن ما فيش اي ظرف غير ارتباطه باعمال الصبح. دكتور عمرو، استاذ محمد، هنبدأ تاني نتكلم على، أنا عندي سؤال لحضراتكم بس هسأله بعبط وانتوا تستحملوني بقى. تفتكر في ناس مهتمة باللي احنا بنقوله ده؟ اتفضل يا دكتور. انت اتفاجئت صح؟ لا ما اتفاجئتش، هو وضع طبيعي. هو عن علي السؤال مش قادر اقعد بيه، فانا قلت اسأله. لا براحتك. انا اعتقد طبعا في ناس مهتمة، بس حجم اهتمامها قد ايه ونسبه المهتمين قد ايه، دي قضيه ما نقدرش نعرفها الا باجراءات احصائيه حقيقيه، ودي مش اعتقد ده مش بتاعها. وبرضه مش بالضروره ان كل الناس بتهتم بكل الحلقات، يعني في واحد مهتم بموضوع معين او مساحه معينه عايز يعرف عنها، وفي اعتقد قطاع كبير عايز يعرف احنا عايزين نوصل لايه في الاخر، يعني ايه هدفنا من الكلام ده. واحنا حددنا هدفنا في البدايه ان احنا هدفنا ان احنا نحاول نشوف ايه الصالح للمجتمع المصري علشان يقدر يمشي في مسار الثوره الصحيح، ده اللي احنا بنحاوله وان شاء الله يعني ننجح فيه. كالعاده انت عندك تعليق؟ لا انا عندي اجابه مكمله، وهو زي ما احنا قلنا قبل كده انه الثوره هي عمل مجموعه او اقليه منظمه على اغلبيه من الساخطين، جماهير ساخطه، فممكن ما يهتمش بالتفاصيل اللي احنا بنقولها الا الاقليه المهتمه، وهذه تكفينا او هذه هي الشريحه المستهدفه. ما شايفه فندق الماسه البزخل شديد جدا في وقت بلد في الانترنت كله راح يجدد عيني، لقى الاشتراك زاد ثلاث اضعاف. اللي احنا بنقوله ده هو يرتبط مباشرة باللي بيحصل في العاصمة الإدارية الجديدة. ايه اللي يرتبط بيه؟ ايه علاقة اللي احنا قلناه كله لحد دلوقتي بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ احنا ايه علاقة اللي احنا قلناه، كل اللي احنا بنقوله ده العلاقة اللي بين السلطة والمجتمع. هو بيفصلها السلطة دائما بتنحو إلى السيطرة على المجتمع سيطرة كاملة. النموذج الجديد من سيطرة السلطة على المجتمع إنها تبعد تماما عن المجتمع. تبقى منعزلة في كانتونات مغلقة، المنطقة الخضراء مثلا. يعني كانتونات؟ يعني تبقى منعزلة في مدينة مغلقة، في كيان مغلق، الكيان ده بيدير الدولة، ولا تفكر السلطة في السيطرة إلا على هذا المكان العاصمة ومصادر الثروة. يعني عندنا هنا حقل بترول، هنا حقل غاز، هنا منجم نفط. بس ده مش جديد. بس معلش، لا لحظة، صلاح الدين أيوب عمل كده؟ لا ما عملش كده. حكم مصر القلعة، القلعة دي كانت تهديد حربي في ظل سياق حربي، لكن صلاح الدين لا اللي بعده حتى من الحكام حكم مصر من القلعة. ما هي القلعة دي نفسها ما كانتش منفصلة كامل الانفصال عن الناس، بلد بس. تمام، بس أعلى مسيطرة على العاصمة، على القاهرة سيطرة كاملة. طيب يعني بعد الفاطميين ما عملوا القاهرة الفاطمية بأبوابها المغلقة اللي بتغلق بعد العشاء، جاء بقى عمنا صلاح الدين عمل قلعة فوق يسيطر على مصر كلها، بدأ كل الحكام بالسنة بتاعته يمشوا عليها يحكموا مصر من القلعة. هي طبعا مش البداية، مش بداية صلاح الدين. احنا خلينا لو في قصر ملكي، فالقصر الملكي ده موجود منذ أن وجدت السلطة طبعا، خلاص. يعني ده مش بداية صلاح الدين، إنما أنا مش بتكلم في كده، أنا بتكلم في انفصال السلطة كلها كمؤسسات، مش التأمين اللي بيعمله الحاكم حوالين نفسه، انفصال السلطة كلها عن الناس. بمعنى انه لما الدولة تنهار السلطة ما تتأثرش. يعني مثلا في، وده بيحصل في دول افريقية وكان بيحصل، انه ممكن حادثة في العراء، حادثة سيارة، والشخص ده يموت وجثته تفضل زي ما هي حتى تتعفن وتتحلل وتختفي، وما فيش سيارة اسعاف تحركت لها، والسلطة ما تأثرتش. فاحنا هنا بنقول السلطة لا تقوم بدورها ابدا في المجتمع، المجتمع ينفجر في بعضه وتكثر فيه الجرائم وينهار الأمن فيه، والسلطة مش متأثرة، السلطة مبتعدة. لكن اللي احنا اللي حضرتك بتقوله صلاح الدين ولا غيره من الملوك، كان ده نوع من التأمين للسلطة، مش نوع من انعزال السلطة عن المجتمع وعن أداء دورها. الكلام ده انت هتاخده في التأمين. نعم، انت تاخده في التأمين، لكن هو كان بالفعل يعني بدليل كل الولاة العثمانية. يعني احنا لما نقول انه في سلطة بتقيم الأمن، صلاح الدين ده مثلا او اي سلطه، بلاش صلاح الدين، صلاح الدين هو اللي بنى القلعه، لكن احنا بنتكلم على بقيه الولايه اللي جم بعده، بقيه اي والي تقاس مدى قوته في السلطه من قوه قصر، قوه تامين قصره ولا اقراره للامن في المجتمع. السلطه قائمه بدور في المجتمع،
انا بقول اللي بيحصل دلوقتي هو ان السلطه بتعزل نفسها عن المجتمع، فبحيث انها لو ما ادتش اي ادوار، يعني لو ما فيش كهرباء، لو ما فيش ميه، لو ما فيش انترنت، لو ما فيش اي حاجه، السلطه موجوده في مكان بعيد غير متاثره بما يحصل للناس. يعني السلطه بتتخلى عن ادوارها الا في ادوار امتصاص موارد الشعب. تمام. وده تطور، حتى اتعمل روايات واتعمل افلام زي هانجر جيمز مثلا. وانا كنت في دوره مع احد الناس اللي هم متخصصين في المستقبليات، فكان بيقول النظام العالمي بيفكر ان قياده العالم تبقى موجوده على سطح القمر وتبقى منعزله تماما عن الارض. وكنا شفنا فيديو يعني عرضوا علينا انه لو كانت قياده العالم بقى الحكومه العالميه موجوده على سطح القمر وعايزه تعاقب دوله مارقه، فالصاروخ بينطلق من القمر ليضرب هذه الدولة المارقة على الأرض. فهو ده نوع من إيه؟ من انعزال السلطة انعزالا كاملا عن الناس. مع عدم القيام بأدوارها. فاللي بيحصل في المدينة الإدارية الجديدة كده، أنا يعني شفت حضرتك وأنت بتسأل قبل ما أجي للقناة، إنه إيه اللي مخليهم عاملين المساحات الهائلة دي في الصحراء؟ ما هو ده حاجة مش ممكن تبقى سياحية. أيوة طبعا، هو مش معمول للسياح أصلا. والمدينة دي سيحرم دخولها إلا على الناس. لكن هم يعني أبطال بقى، يعني كأصحاب الدولة، العصابة يعني. هم العصابة، ده مقر العصابة الذي ستحكم منه الدولة. ولا يهمها بعد كده إن المجتمع ينفجر أو المجتمع ينهار. ده كلام أنا مؤيد تماما. فده صلب ما نحكيه في الثورات اللي احنا بنقوله ده. صلب ما نحكيه في الثورات، ان السلطة دائما بتحاول تهيمن على المجتمع، مش الهيمنة التي تمكنها من ادارة المجتمع، لا، الهيمنة التي تمكنها من السيطرة عليه. تمام. طيب دكتور عمرو، السؤال لحضرتك، ايه هي المعايير اللي بتتم او بتبنيته عليها في الافكار بتاعتكم في مشروعكم بتاع الثورات ده؟ ممكن بس تدينا تفاصيل اكتر عنها واسباب النقط اللي حضرتكم حددتوها هنا. طيب، واحنا كان الفكره الرئيسيه احنا ايه المشكله، يعني ايه الازمه اللي موجوده بتخلينا في هذا الوضع المزري يعني. ففكره السلطه والمجتمع كقوتين لازم يحصل بينهم توازن، كانت الفكره الرئيسيه. وحاولنا نشوف معايير، ايه ادوات القوه او ايه المعايير اللي نقيس بيها القوه. طبعا لقينا في اربع حاجات رئيسيه ممكن نقيس بيها توازن القوة بين السلطه والمجتمع. أول حاجة كانت القوة المسلحة، طبعاً السيطرة على القوة المسلحة. الحاجة الثانية كانت صناعة الوعي، مين اللي بيشكل عقل الناس، وبعدين مين اللي بيدير الخلافات وبينظم المجتمع، لأن القانون مش بس بيدير الخلافات، ده بينظم كل المسارات اللي موجودة. والحاجة الرابعة كانت المؤسسات والثروة، الفلوس. فلقينا أن كل تقريباً ما يتعلق بإدارة أي مجتمع في الأربع محاور. قسمنا تقسيم تاني، مثلا القوة المسلحة قلنا طيب نشوفها ازاي. طيب ايه مين الممتلك للسلاح؟ مين معاه السلاح؟ ادوات القياس مع عامل القوة. يعني خدنا 100 نقطة للكلام ده، قلنا طيب هنقسمهم بشكل متساوي، علشان دي حاجات كلها طبعا ما تقدرش تعمل لها قياس صحيح، فبالتالي التساوي ده بيقلل من احتمال الخطأ يعني. فتوازن قوة السلاح، يعني انا افرض في طرفين معاهم السلاح، طب ايه درجة التوازن بين الدولة والمجتمع؟ وكمان قرار استخدامه، يعني ممكن يكون في سلاح في الشارع ومع الناس لكن ما فيش إرادة لاستخدام السلاح غير السلطة. والمرتزقة قد ايه جوه القوات النظامية، لان ده كان جزء موجود في المجتمع المصري. وقد ايه الناس بتشارك في العدوان بين الـ تمام. الجزء الثاني كان الخاص بالوعي، برضو مين المسؤول عن صناعة الوعي، مين اللي بينفق على مؤسسات الوعي، كذا نقطة يعني بنخش في تفاصيل. نسبة المشاركة في الإدارة الفنية المؤسسية، مين اللي بيدير مؤسسات سواء بقى المدارس أو الجوامع، كل ما يصنع الوعي حتى الآن. طب مين اللي بيصرف على الناس دي؟ إن السيطرة المالية مهمة. وكمان اللي بيدرس نفسه، الشخص اللي داخل يدي المعلومة، وطبعا المؤسسات الدعوية لأنها كانت أحد الأدوات الرئيسية في صناعة الوعي، أو مسجد، مؤسسات الدعوية بشكل عام، والسيطرة على المطبوعات ومصادر المعلومات. ده كان الموضوع الخاص بصناعة الوعي. التالت كان المؤسسات والثروة التنفيذية والثروة. قد ايه كانت في سيطرة من الدولة على المؤسسات والمجتمع، وقد ايه كان الثروة متوزعة بين الطرفين وفي حركة للثروة ولا لا.
احنا في الوقت الحالي مثلا حركه لفوق بس الثوره عماله تطلع لفوق لكن قبل كده كان في لحد ما درجه دايرة. من درجات اللي يجي بقى المؤسسات التشريعيه والقانونيه المؤسسات التشريعيه والقانونيه كان اخر حاجه احنا قلنا طيب مين اللي بينتج القوانين اللي بتنظم الكلام ده لان القانون هو فرض يعني انفاذ للاراده أيوه. وتعبير عن القوه فبالتالي لو هو في ايد واحد بس باداء ادوات من ادوات القوه العاليه مين مؤسسات الفصل القضائي المحاكم بكل اشكالها مين المسؤول عنها برضو المصادر الماليه تحكم في المال بيتحكم في وبعدين اللي بيمد الاثنين بالكوادر طيب عشان نقرب ده وبشكرك على الشرح والجداول استاذ محمد الهامي نطبق ده ازاي على محمد علي طبقا لجدولكم نطبق ده على محمد علي ازاي احنا كنا يعني قبل محمد علي النسب لامتلاك السلاح مثلا احنا كنا قلنا المره اللي فاتت كان دكتور عمرو تفضل بالشرح انه قبل محمد علي كانت السلطه تمتلك بشكل اكبر من المجتمع السيطره على القوات المسلحه والسيطره على المؤسسات التنفيذيه والثروه بس انتوا هنا كاتبين 10-10 لا انا بقول قبل محمد علي دلوقتي قبل محمد علي كان في انت الاول قبل محمد علي انت بتشوفه اسمه ايه قبل محمد علي ادوات قياس القوى المسلحه في التاثير ادوات القوى المسلحه ما احنا خلينا نقول قبل محمد علي دلوقتي كانت الدوله بشكل عام بقى بدون تفاصيل دلوقتي عندها قوه او نسبه اكبر في القوات المسلحه وفي اداره الثروه كويس وعندها نسبه اقل يعني المجتمع متفوق عليها في صناعه الوعي وال زي ما شفنا في خط البيان جميل. اللي كان لما جه محمد علي هتلاقي كل الحاجات دي بقت في ايد السلطه كل الحاجات دي صناعه الوعي السلاح التاسيس التشريعيه فبقت السلطه هي سلطه قاهره ده مثلا لو تفتكر حضرتك شكل المنحنى اللي فات كان المنحنى اللي فات ايه متداخل في بعضه لكن انا هنلاقي منحنى السلطه دائما بقى اعلى بكتير من كل منحنى المجتمع يعني المجتمع في الاربع عناصر كان اقل من منحنى السلطه ايوه لان محمد علي اصدر قرار بتجريد الناس من السلاح خلاص ما حدش يبقى معاه سلاح محمد علي في اداره الثروه طبعا خلاص بقى هو المالك لكل الارض وعنده سلطه طيب مركزيه خلينا نتوقف هنا استاذ محمد لانه الكلام لطيف لكن لما بنقرا مذكرات الرحاله مثلا فيما عصر قبل محمد علي نعم كان في مشكله تامين الطرق نعم وكان العربان او بعض يعني ما يسمى بالعربان يطلعوا ويختفوا البضاعه من الناس دي كانت بتاثر بشكل عام على حركه التجاره وبالتالي لما انا اشوف ان السلاح متاح عند كل الناس كان لازم يبقى متاح لانه انا بقاوم واحد ممكن يطلع عليا في الطريق تمام لما جه محمد علي تكلف هو بتامين الطريق ومقابل نزع سلاحه ما هي دي الحجه القائمه لكل طاغيه انه علشان اوفر لك الامن باخد منك الحريه يعني انا هوفر لك الامن خلاص ساحتكر كل عناصر القوه وبالتالي اللي بيحصل بيبقى المجتمع اسير عند السلطه لو السلطه ظلمت المجتمع بيبقى فقد قوه مقاومتها لان ما عندهوش وسائل مقاومتها قبل كده كان وجود السلاح عند المجتمع هو الذي يصنع نوع من التوازن وبيخلي الحاكم عنده قدر من إدارة الأمر بالسياسة يعني الكلمة المشهورة لسيدنا معاوية إني لا أضع صوتي حيث أضع لساني يعني إذا كانت المسألة تتحل باللسان ما ضربش ولا أضع سيفي حيث أضع صوتي ولما دخل عليه الأحنف ابن قيس التميمي ونهره فبعض الناس بيقولوا له يعني لقد اشتد عليه قال هذا الأحنف ابن قيس إن غضب غضب له 100,000 سيف من تميم لا يسألون فيما غضب يبقى في توازن بيمنع السلطه من يعني هو خاف من الاحنف خاف طبعا 100,000 سيف خاف من الاحنف يعني. وهكذا الحكام على مر العصور طالما الناس عندهم قوه ما بيتدخلش بالقوه الا لما يضطر لكده يبقى في نوع من التهديد للسلطه وعلشان كده المثل الشهير اللي يعني اضربه كثيرا في المجتمع المصري يعني الصعيد مثلا ما زال مسلحا طبعا بنسبه اقل بكثير من زمان فلذلك ما تلاقيش جرائم البلطجة موجودة في الصعيد بنفس القدر اللي موجودة به في الوجه البحري طبعا ليه؟ لأن انتشار السلاح بيعمل توازن ردع الناس كلها بتعرف ترد لكن اللي يمسك سنجة وسيف أو حتى مسدس خرطوش في وجه بحري ممكن يوقف شارع كامل طبعا لأن كل الباقيين عزل فلما يجي محمد علي لما المصريين قاوموا بقوتهم الذاتية حملة فريزر في رشيد سنة 1807 ورجع لقى ان كان في احتلال انجليزي والناس قاوموه فعلا
ومع ذلك قال لا يجب على العامة قتال، إنما عليهم إمداد العسكري بالعلوفات. يعني كل دور الناس إنهم يجيبوا إن هم يدفعوا يعني تمام وده أيوة تألف العسكر بالضبط. فعلشان كده بنقول إنه صارت السلطة متحكمة في المجتمع الذي صار عزلا. كويس قوي. نيجي بقى نيجي مثلا في صناعة الوعي والتشريع، في صناعة الوعي والتعليم، هنلاقي محمد علي كان بينشئ مدارس ويخطف الأولاد يحطهم في المدارس زي ما بيخطف الناس يحطهم في الجيش. ليه بيعمل كده؟ هل هو حريص على تعليم الناس؟ لا أبدا، هو حريص على تربية جيل على نمط الدولة. والكلام ده يعني يستفيض فيه تيموثي ميتشل في كتاب استعمار مصر، واللي عايز يفهم الفكرة أكتر ممكن يقرأ الكتاب ميشيل فوكو السلطة والمعرفة، وكتابه الاخر المراقبه والمعاقبه. يعني أيضاً. انت عايز تقول انه كان بيخطف العيال المدارس دي عشان مش وعي، عشان اكتر يقلبهم. ايوه علشان يطلع ناس يعني تخدم الجهاز الاداري للدوله بنمط الدوله. حتى علشان كده الشيخ محمد عبده في مقاله الرائع اثار محمد علي في مصر ودائما ما اوصي بقراءته، يقول لقد انشا المدارس وصار يخطف الاطفال ومع ذلك ما عملش تعليم، ما حببش الناس في التعليم، وما كانش اصلا مهتم يعمل تعليم. هو كان موظفين. مهتم انه يدور آلة الدولة موظفين. التي صارت ملكا شخصيا له. زي ما هو عمل جيش مش علشان مجد مصر ولا حاجة، لا علشان طبعا. هو يتقوى على الدولة العثمانية ويبقى هو يعني قائد عظيم في مكانه. لما هو حاول يسيطر على الاقتصاد مش علشان انعاش الاقتصاد، علشان يبقى هو الزارع الوحيد والتاجر الوحيد والصانع الوحيد وتبقى مصر يعني الوسية الكبرى بالنسبة لي. دي وجهة نظر إسلامية يمكن. لا 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 مش إسلامية ولا حاجة. أنا يعني المقارعة. طب خلينا اللي محمد اللي الأستاذ الدكتور عمرو. هقول جملة واحدة. اتفضل. أنا لأجل إنه الإسلاميين دائما متهمين، وأنا والله ما بحبش أنطلق من منطق إن أنا متهم ولا أدافع، لكن لأجل علشان أطمن الناس، فكل اللي بستدل بيهم في شأن محمد علي بيكونوا مستشرقين. طيب. بس يعني لا أكاد أذكر شيئا من الجبرتي. طيب أنا بس قبل ما أنقل، يعني أنتوا كإسلاميين برضو بس خليني أقولها وأخلص، متسامحين جدا في التاريخ الإسلامي وعنيفين جدا فيما يخص التاريخ غير الإسلامي زي محمد علي. هي كلمتين قلتهم لك خلاص يعني ما ردش؟ لا خدهم كده صحبية يعني عادية بقى. وبعدين في ناس هترد بدالك، ده في ناس هيطلعوا دلوقتي يقول لك محمد ناصر يخلص الدكتور عمرو وارجع لك. طيب حاضر. دكتور عمرو عمال تكلمني على الجماهير والجماهير، لكن جوستاف لبون الحقيقه الراجل يعني كمان في واحد الراجل رايه في الجماهير انهم جماهير عاطفيه تتاثر تفقد منطق الكلام او المنطق بشكل عام، عندها انعدام لفاعليه فكريه داخل المجموعه. يعني في النهايه الجماهير قطيع متحرك. في واحد تاني قال مش فاكره مين، قال اذا ما كنت حد من عائله روتشارد، قال إذا ما خليتش الجماهير تحبك فخليها تخاف منك. أنت هنا عمال تعظم دور الجماهير بقى، هل ده كلام ملوش علاقة بده؟ لا لا، هي الفكرة طبعًا في ناس كتير متحفظة على كلام جوستاف لوبون ومعتبرينه محافظ جدًا وبعيد عن وكان حتى هو ضد الثورة أصلًا، يعني أيوة شايف نوع من يعني الفوضى والفساد. هو ميكافيلي الجديد. يعني استمرار نفس المنهج يعني. فكرة المحافظ الشديد. إحنا الجماهير زي ما أنت حضرتك قلت هي قوة سائلة. أيوة. اللي بيحرك الجماهير دي ممكن تتحول لمجموعة من النبلاء. سيدنا علي رأيه في الجماهير كده، إنهم إذا اجتمعوا ضروا وإذا تفرقوا نفعوا. فقيل له طيب لماذا إذا تفرقوا نفعوا؟ قال هذا بالصنع إلى صنعته، هذا ده رأي منسوب لسيدنا علي. طيب أنا ما يعني ما أعرف ما سمعتوش. أقول لك خليني بس أقول لك يعني محمود لو سمحت فكرني الأسبوع الجاي أجيب حق مقاومة الحكومات الجائرة للدكتور أحمد عامر رسالة الدكتوراه في جامعة قناة السويس، عندي النسخة دي. فالجماهير ممكن تتحول يبقى عندها طاقة نبل وأخلاق عالية جدا، وممكن تتحول لمجموعة متمردة مجنونة ممكن تكسر العالم. ده بيعتمد على مين؟ على القيادة اللي بتحرك الجماهير. مظبوط. وعلى قدرتها على أنها تعمل حالة من الثقة والتواصل مع الجماهير أنها تحركها في الطريق الصحيح. كويس. فبالتالي الجماهير لا جدال مهما كان مستوى أعضائها الثقافي والفكري، لكن لما بتجتمع بلاقيها شخصية مختلفة عن أقل شخصية في يعني ممكن نقول المتوسط الحسابي ببساطة يعني. فبالتالي الجماهير صحيح ممكن تبقى بالشكل ده لما يكون تحت قيادة مجرمة فاسدة،
لكن لما بيكون تحت قيادة حقيقية ومؤمنة وعندها أفكار وبتثق فيها بتعمل حاجات ضخمة جدا، زي اللي حصل في مقاومة الاستعمار الفرنسي في مصر، بطولات هائلة طبعا. وفي نفس الوقت مجموعة اللي كان الراجل بيمشي على ظهره بالحمار وكانوا بيشتموه في الحملة الفرنسية برضه. لا زي الحاج مصطفى البشتيلي ونزل مصطفى البشتيلي. فبالتالي النموذجين موجودين، ده وموجودين في كل العالم. واحنا دايما بقول ان في توزيع طبيعي للبشر، يعني في دايما كتله تساوي لازم ومناضل وفي كتله اللي بيستطيع انه الجماهير اللي بيستطيع انه يعني يحكم الجماهير ويعمل حاله من التواصل والثقه بينهم هو اللي بيحركهم، وده اللي حصل في انقلاب يوليو. طب ما احنا في 15 يناير، قصدي في 25 يناير ما عملناش كده، يعني الناس انطلقت لوحدها في فكره، صح؟ مش مهم، بس في فكره مركزيه اتحركت. بس دي كانت مشكله، لان في الاخر انا فاهم انها مشكله، المشكلة لكن ما كانش في قائد. بس دي ما وصلناش لحاجه في الاخر. تونس. في حد تونس نفس الحدوته، تونس فين دلوقتي؟ نفس لا اقول اللي حرك الناس مش قائد بيدعو الى فكره بس، لكن جماهير طلعت. ممكن القياده احيانا في توقيت ما ممكن تبقى فكره ناس بتدفعها من الرموز فتتحول هي لقياده الفكر، لكن الحقيقه ده لم تثبت نجاح. الحقيقه ان احنا عندنا مشكله، ودايما كنت تلاقي بعد 25 يناير الثوره دي مالهاش قياده، اوعى حد يضحك يبقى فيها قياده، خلي الثوره من غير قياده، لان هو عايز يحتل المكان ده. وفضل يجهز في حد لغايه لما قدر يعني يسطو عليه ويتحرك بيه. فده واحده من الاهداف الرئيسيه لاي ثوره مضاده او انقلاب عسكري، انه يعني ما بقاش فيه قياده او يدمر القياده اللي موجوده، لان وجودها معناه ان ممكن الجماهير تتحرك في مسار يبقى متوافق مع وصلت الفكره. لكن عندي سؤال للاستاذ محمد الهامي، كنا بنقول انه متسامحين في التاريخ. لا موضوع على جنب، انا وانت كده نقوله مع بعض يعني، فدي حقيقه يعني بالنسبه لي. ما فيش مانع ان انا يعني نعمل اوفسايد كده على الهواء، لكن خليني اسالك سؤال يعني بجد. يعني احنا بعض الناس يقول لك السيسي يا دكتور عمرو ضحك على مرسي وعمل نفسه اسلامي وانا بصوم اثنين وخميس، ودي حقيقه يعني. صحيح. بذمتك يعني محمد علي ما عملش كده مع الشيخ عمر مكرم والشيخ الشرقاوي والشيخ السادات وضحك عليهم لحد ما قعدوا يبوسوا في ايديه ورجليه وكتافه عشان يقبل حكم مصر، وفي الاخر سجنهم ونافع عمر مكرم. لما سال عمر مكرم في بعض الروايات لماذا لم تتولى او لما يتولى مصري حكم مصر، قال لك في الاخر ما ده مصري، يعني بعض الروايات كانت بتقول كده. فكانوا بينظروا ان المصري لا يمكن يكون حاكم او والي. الى اي مدى المصريين ما بيستفادوش من تاريخهم؟ يعني محمد علي ضحك على مشايخ وبلفهم زي ما عمل السيسي كده. طيب انا كده يعني هربط بين سؤالك وبين اكتر من فكره. انسى سؤالي بقى. سؤالك ده؟ تمام. في حاجه الناس بتوع العلوم السياسيه مشهوره جدا منسوبه الى جان بودان، يعني حق السياده. مين اللي بيطلع الفكره الحاكمه للمجتمع؟ كقول الله تعالى كقول يعني فرعون الذي ورد في القران الكريم، قال اجئتنا لتلفتنا عما كان يعبد اباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. فرعون بيكلم سيدنا موسى فبيقول له انت جاي تغير لنا نظام الافكار اللي عندنا وتكون لكما الكبرياء في الارض، يعني انتوا اللي تقولوا ايه الصح وايه الغلط، نعبد ايه وما نعبدش ايه. الكبرياء دي جان بودان بيسميها السياده. أيوة. يعني مثلا النكته وهي من اكثر النكات عبقريه اللي شفتها بعد الانقلاب، يقول لك ليه تم حجل مجلس الشعب؟ علشان القانون. طيب واراده الشعب؟ يقول لك القانون اهم من اراده الشعب. طيب ليه تم عزل مرسي؟ اراده الشعب. طب والقانون؟ اراده الشعب اهم من القانون. ايوه صح. مين، شوف الفكره هنا ايه معكوسه، مين اللي يسيطر على المجتمع ويقول ان اراده الشعب اهم من القانون او القانون اهم امر؟ ده حق السياده. تمام. فعلشان كده الاسلام باعتباره ان يعني الفكره المهيمنه على الشعوب الاسلاميه، احد اعظم مزايا الاسلام ان حق التشريع، حق انتاج الافكار لا تصنعه السلطه، والناس اللي بيدوا الافكار دي للناس مش ملتزمين في كيان هرمي زي الكنيسه تقدر تمسكهم السلطه، لا، تيار علمي مجتمعي اذا كان صالح يعني كله. لا، الاصل التيار العلمي طول العالم الاسلامي هو تيار شعبي.
أيوة. مش يعني العلماء في العالم الاسلامي أيوة مش موجودين حرميا يعني. فمش ممسوكين. في علماء سلطه وبيفضلوا دايما منبوذين. تمام. فاللي حصل دلوقتي لما جات السلطه المركزيه كان علماء عمر مكرم والشرقاوي والشيخ طبعا السادات. قيادات شعبيه. وعلشان كده ما عرفش محمد علي يحطهم تحت جناحه. لا ظهر بينهم العداوه والبغضاء وصاروا اعداء. بعدين محمد علي صنع علماءه. صنع علماءه في خلال فتره قد ايه؟ ايا ما كان بقى. يعني احنا بس عايز اقول ايه، ان هنا السلطه بدات تعمل ايه، بدات تمسك الوعي وصناعه الوعي. بدات تقول دول طائفه متعلمين وافنديه وخريجي مدارس، دول نخبه جديده غير النخبة التي أخرجها الشعب والتي كانت العلماء. بس المحصلة واحد، علماء ما قبل محمد علي سواء الشيخ الشرقاوي الشيخ السادات. أنت تقدر تقول العلماء اللي قبل محمد علي ممكن يخدعوا زي أي حد ممكن يخدع. لكن علماء السلطة دول أداة تنفيذية. ده واحد تسأله الموضوع ده حلال ولا حرام يقول لك قبل القرار ولا بعد. فاهم فاهم. أنا مش قصدي دول، أنا مش قصدي واحد في كده. يعني قصدي المشايخ دول عاشروا محمد علي 4 سنين قبل. نعم. قبل ما يوصل للحكم. ومع ذلك انخدعوا. صحيح. بس انا هكمل بقى ليه. فدلوقتي في ذلك الوقت في ظل وجود السلطه العثمانيه، الشرعيه اللي موجوده كانت شرعيه السلطان العثماني. ليه رفضنا الحمله الفرنسيه؟ مش رفضناها علشان فرنسا جايه تحتل مصر، لا رفضناها علشان الكفار جايين يحتلوا ارض اسلاميه. تمام. تابعه للسلطان المسلم العثماني. تمام. فدلوقتي لما يجي عمر مكرم وعايز يشيل خرشد باشا اللي هو برضه الوالي العثماني، ما يقدرش يجيب واحد من خارج المنظومه، ما يقدرش يجيب واحد مصري. مش علشان المصريين كخه، لا، علشان لو جبت واحد مصري هم نفسهم بيخلوا رفضوا يا فندم. نعم هم نفسهم رفضوا. لا ما هو ده ما كانش مطروح اصلا. ده هو جاب محمد علي علشان يقول للسلطه العثمانيه انا خروجي ليس خروجا على السلطان العثماني. مين اللي قال كده؟ ده فيها روايات كتير بتقول ان هو اصلا شافوا ان هم كمصريين غير صالحين للحكم. لا ما يعني انا دلوقتي بحكي لك على الاقل ما اقتنع انا به من مجمل ما قراته. تمام. فبقول ان العامل الاهم في ذلك الوقت كان عامل الشرعيه. عامل انه انا دلوقتي لو شلت السلطان العثماني خالص هيبدا يتطلع لهذا المنصب افئات كتير جدا، منهم العلماء ومنهم رؤساء القبائل العربية ومنهم المماليك القدامى. يعني ده موقع فراغ ومحدش في اللي موجودين له شرعية استبدال عسكري بعسكري. يعني لا مش عسكري بعسكري، عثماني بعثماني، عثماني بعثماني، علشان ابقى موجود داخل المنظومة. فعلشان كده جاب محمد علي، لان محمد علي كان صحيح هو الاسبق في خداع المشايخ. هو طبعا رجل يعني ذكي بالفطرة، داهية بالفطرة. فكان وسط كل هذه الفوضى يتصدى احيانا لاقرار الامن. فرقته يعني الفرقة التي هو قائد عليها لم تتعرض للمحلات ولا الشعب، ولا لم تصادر ولم تنهب ولم تشارك في الفوضى. كان يجل العلماء ويجلس معهم زي كده ما السيسي عمل بالضبط. فهنا دخل إلى العلماء من منطلق الخداع والخديعة. وانت عذر العلماء في ده؟ لا أعذرهم طبعا، أنا لا أعذرهم. يعني شوف هو بس انا بحضر لك الفخ يعني. لا لا هو في جزء ان كنتوا في التاريخ فيما يخص الاسلام متسهنين جدا. لا يعني انا بقول لك لا اعذرهم. أيوة أيوة. حتى كويس. قبل كده كويس كويس كويس. انه لكن خلينا نقول لابد ان نفرق بين من يؤتى من الخداع والخدعه ويدفع الثمن من نفسه ومن ماله، ومن يخون. فرق كبير بين الاثنين. لا بس محمد عمر مكرم دفع الثمن من نفسه ومن ماله ومن الشعب. طبعا. الشعب خرب بيته. طب ما القياده بتعمل كده. الشعب ما هي القياده دي عارف انت الراجل اللي بيقول وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. خطا القائد ما بيجيش على نفسه بس. لا بيجي على كل اللي وراه. طيب استاذ محمد، استاذ دكتور عمرو، بعد ما مسك محمد علي بقى هنمسك من خلاص ضحك على المشايخ. على فكره ملحوظه مهمه، لان يقال ان ابراهيم باشا كان بيحتقر العلماء جدا وما كانش يشوف لهم. نعم. بعد ما تولى الحكم وتولى سنه. نعم. كان يخش عليه القلق وقاعد ما يقومش يسلم عليهم. بعد ايام محمد علي؟ ابراهيم باشا. من قبل وهو في عهد ابوه نفسه. لم يكن ينقل الجبرتي، انا دلوقتي قلت لك الجبرتي اهو. ينقل الجبرتي ان ابراهيم باشا لما واحد بيقول له اتق الله، ولانه كان بيصادر الاوقاف لانه تولى على الصعيد فبيصادر الاراضي والناس اللي معتمده على الاوقاف مش لاقيه تاكل. فواحد بيقول له اتق الله فيما اتاك، قال له مين ده اللي اتاني؟ لقد اتاني ابي.
مش معترف بالله اصلا يعني. لقد اتاني ابي ولو كان الذي تقولون عليه اتاني فلقد دخلت مصر يعني بجلباب ممزق ويعني مبقح ومحدش يعني. لو كان الله بتاعكم ده استغفر الله طبعا هو اللي اتاني، كان اتاني من زمان من ايام ما كنت في قوله في اليونان. لا هو اساسا ابراهيم باشا معروف بزندقته وقصته. لا انا رايي ان زي ما حضرتك بتقول هو صنع علماء احتقرهم فيما بعد. هو هم يعني هذه المنظومه لم تكن تعترف بالدين. منظومه محمد علي وابنائه هم فعليا لم يكونوا اصلا متدينين. امال ليه بعد قسطنطين بازيلي كان ينقل عشان يعمل ايه حتى جوابات الفولكلور ده زي ما ابراهيم عيسى كده قال لك احنا كنا محتاجين لحيتين في مشهد الانقلاب وخلاص. لحيتين في مشهد الانقلاب، شيخ الازهر وبتاع حزب النور بس خلاص. ده فولكلور هو بعته يصلي بيهم بس علشان ما علشان يواجه كلام الناس انه بعت اولادنا لبلاد الكفار يفتكروا وجواباته وجوابات ليهم وبيقول لهم وحافظوا على الصلاه والحاجات دي يعني. اي نعم عبد الرحمن رفعي اورد بعض الجوابات دي. طيب محمد علي بقى خلاص خدنا الفتره مع محمد علي، ممكن تدينا فكره بقى عن مستويات التاثير في السلطه او صناعه الوعي في عصر في عصر محمد علي؟ هو يعني لو بصينا بسرعه على الاربع محاور، صدر السلاح من الناس فبالتالي عمل فجوه كبيره جدا وقلل قدره المجتمع على المقاومه. حبس العلماء القيادات نهاهم تماما، ابتدى يعني يسيطر على المدارس ويسحب الاوقاف من الناس، يسحب الاوقاف من المجتمع. الاوقاف دي جزء كبير من ثروه الناس اللي بتقدر تحميهم. كمان ابتدى يكسر الكتل المجتمعيه اللي موجوده، مثلا نقابه مش عارف ايه، الناس اللي بيعملوا مثلا الحرفيين او الشام اي حاجه أو يعني في اي مكان، كسر الكلام ده. ليه؟ هو اصل المقاومه بتيجي منين؟ من المجتمع، بتيجي من الادويه والكتل اللي ممكن تواجه. فهو دخل ضرب الكلام ده، ضرب الكتل دي، خد الثروه من الناس، ابتدى يسيطر على المؤسسات التعليميه، ابتدى يسيطر، حاول يسيطر على الازهر بالعلماء المصنوعين. فاذا عمل ايه؟ ابتدى يعمل جيش من المرتزقه ويلم الناس بالعافيه تشتغل فيه، ويجيب ضباط من بره يبنوا الجيش. فبالتالي كل المحاور، الحاجه الوحيده اللي ما قدرش ياثر فيها هو التشريع، لانه كان متماسك جدا وفي تشريع، في منظومه محاكم موجوده في المجتمع ومنظومه مشايخ، وكان التشريع طبعا يعني مباشره من المصادر بتاعته من القرآن والسنة يعني. فبالتالي ما عرفش يلعب فيه قوي في الفترة الأولى. لكن كل الثلاثة التانيين سواء القوى المسلحة أو صناعة الوعي أو المؤسسات والثروة حصل فيهم انهيار كبير جدا لصالح السلطة. يعني احنا كان الأرقام اللي موجودة عند حضرتك بتقول ان بعد الغزو الفرنسي كان المجتمع بيمتلك ما يقرب من 60% من أدوات القوة، والسلطة كانت العكس. لقينا عشان كده يمكن زادت الفوضى شويه يعني بعد الـ 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 لان القوه او بعد محمد في السنه قوه المجتمع زادت. بعد اللي حصل محمد علي وصل ل 70% تقريبا او اكتر، وانخفاض كبير جدا في ادوات القوه عند المجتمع. ده مؤشر ان المجتمع داخل على مرحله قهر واستبداد، زي بالظبط ما زياده كبيره في قوه طب المجتمع. طب ده خليني اسالك سؤال بقى، بعد كل الاجراءات دي يا فندم لم تحدث ثوره ضد محمد علي؟ لان الثوره ليها ادوات ومقدمات. يعني اذا الحاكم القوي بقوه محمد علي، بس خد بالك في ثورات حصلت محمد علي واتضربت بالمدافع. امتى؟ انتفاضات. امتى؟ في العشرينات اثناء التجنيد، في بدايه العشرينات. حصلت امتى؟ طبعا حصلت في المنوفيه 23، ثوره عنيفه جدا في الصعيد، ثوره في المنوفيه وثوره في الصعيد ضد التجنيد. ضد التجنيد ثوره الصعيد شارك فيها 31,000 مصري. صحيح. ويعني هزمت ثوره مسلحه ضد التجنيد. انتفاضات نعم، هو ضد السلطه. ما هو ضد السلطه، ما هو التجنيد ده واحده من اقوى مظاهر السلطه. حضرتك عارف لا يعني سكتوا على تجريدهم من ممتلكاتهم. ليه؟ اقول لك سكتوا على اجبارهم على الجيش، سكتوا على اجبارهم على التعليم. ما تقولش سكتوا. احنا بنقول في مساله التجنيد حصلت مقاومات وانتفاضات واخمدت بقوه السلاح بفارق القوه اللي كانت موجوده بين السلطه والدوله. لكن الباقي ده هو ما عملش كل ده في لحظه واحده، ده كل ده كان بالتدريج. تمام يعني. وبعدين مساله التعليم، صحيح انشا مدارس لكن ما انشاش مدارس تعم كل القطر، ما خطفش ناس بعدد كبير لدرجه ان ده يثير كل الناس. ثم ان هو لما عمل مذبحه المماليك 1811
لما عمل مذبحة المماليك هو كان سؤال لك انت بقى، هل كان في داعي لمذبحة المماليك دي؟ هل ده كان قرار صحيح؟ هل ال 400 وحاجة مملوك اللي قتلهم دول كانوا فعلا مصدر قلق؟ احنا بس علشان نتصور الموضوع تصورا صحيحا، المماليك دول ما كانوش طائفة منفصلة عن الناس. يعني هو لما ضرب المماليك ما ضربش طبقة عسكرية لا علاقة لها بالناس، لا، هو ضرب طبقة اجتماعية من البيوت الكبرى، لانه برضو زي ما بيقول محمد عبده في مقاله عن محمد علي، بيقول ان الاقطاعيات المماليك كان عندهم اقطاعيات، وطبيعه عمل الامراء ان كل واحد فيهم بيبقى عايز يزود نفوذه على مساحه غيره، فكل ده خلى المماليك مضطرين ان هم يتحالفوا مع الشعب ومع بيوت ومع عائلات. فعلشان كده مصر كانت منتشره فيها البيوت الكبرى والعصبيات والقبليات المواليه لبعض الامراء. كل ده عمل توازن ضد، بس مستوى ادنى، اقل بحاجه بسيطه ومحالفات. لا يعني ممكن، لا يعني في، يعني في مصاهرات، يعني المملوك غير المصري، يعني المملوك اعلى. لا، دخل ناس كتير من المصريين في الرتب العسكريه، اشتروا حق الرتب العسكريه وصاروا يقاتلون، وابنائهم كانوا يقاتلون مع المماليك. كتاب المؤرخ ده اللي زار مصر، الرحاله اللي زار مصر سنه 1700 وحاجه، وبيقول ازاي المماليك حتى حجزوه هو عشان ياخدوا منه إتاوة أو ضريبة. ده برضو كان بيحصل، بيقطعوا الشوارع. ده برضو كان بيحصل. أنا بس أنا دلوقتي لا أبرئ كل نظام المماليك، أنا بس بقول إن المماليك لم تكن طبقة منعزلة، لا، المماليك كانت طبقة متحالفة مع بيوت وعائلات في الشعب المصري. كويس. فهدم طبقة المماليك يساوي هدم طبقة اجتماعية، مش بس طبقة عسكرية. تمام. ولما يهدم طبقة اجتماعية استنى بعد ذلك بهدم رؤوس البيوت. حتى محمد عبده بيقول ورفع الأسافل ولم يترك رأسا يستتر فيه ضمير أنا، حتى كأنه وحتى كأنه يحن إلى عرق فيه. أسافل يعني، لأنه بيرفع الأسافل. وهنا بدأ تمكين الأقليات، لأن أنت وقت ما بتعمل نظام منفصل عن المجتمع ومش امتداد ليه، لازم تجيب الأقليات، الأقليات الدينية أو حتى الأجانب، لان انت الحاشيه كان يكثر فيها الفرنسيين ويكثر فيها اليهود ويكثر فيها النصارى، سواء المصريين او اللي جايين من الشام والاروام وهكذا. فانت بتصنع طبقه من السلطه منفصله عن المجتمع. علشان كده المشكله اللي حصلت عندنا في عالمنا العربي، مشكلتين حصلوا في وقت واحد. يعني مثلا الناس بتعاني من ايه، او المجتمعات اشد شيء عليها انها يحكم بواحد مستبد، بس المستبد ده ممكن يكون وطني، لكن اشد شيء انها تحكم بمستبد وكمان صنيعه للمحتل. وده انتقل محمد علي. الاثنين دول حصلوا عندنا في وقت واحد، اللي هو محمد علي. فالعلاقه بين محمد علي وفرنسا كانت علاقه في غايه القوه، لدرجه ان محمد علي عرض عليهم، على فكره في كتاب منشور في المركز القومي للترجمه، محمد علي عرض ان هو يقوم بمهاجمه الجزائر لحساب فرنسا. يعني فرنسا احتلت الجزائر ايام محمد علي 1840، ومحمد علي عرض ان هو اللي يقوم بالحمله لصالح فرنسا. فالحقيقه لا، طبعا محمد علي كانت، وفرنسا عملت له وسام وعملت ميداليه واصدرت كتب عن محمد علي، يعني كان دعم شديد. وحتى في بدايه توليته قلنا ان السفير الفرنسي في القسطنطينيه هو الذي أوصى السلطان العثماني ب يعني الموافقة على تولية محمد علي. فهنا حصل عندنا في العالم العربي المشكلتين في وقت واحد. مشكلة إن عندنا استبداد شديد، والاستبداد ده مش استبداد وطني، ضرب الاستبداد ده استبداد هو وجه عمالي آخر للاحتلال. فعلشان كده أحد الإشكاليات الفكرية الشديدة حتى الموجودة حتى يومنا هذا، يقول لك مثلا الحرية ولا الشريعة، وده كنت انت عملته في برنامج كلام كبير. أي. الحرية ولا الشريعة؟ السؤال ده خاطئ، سؤال نظري. لانه انت قدامك، احنا ليه بنطرح اصلا السؤال ده؟ لان احنا عندنا المشكلتين في وقت واحد. يا ترى نروح للحرية ويجينا يعني نبقى عندنا حرية بغير هوية، ولا نروح للشريعة حتى لو جابت مستبد؟ ده الوجه الاخر للسؤال. أي. ليه طرحنا السؤال بالشكل ده؟ لان احنا عندنا المشكلتين في نفس الوقت. لكن الحقيقة ان مفيش مجتمع بيحصل على بيقدر يعبر عن هويته الا لما يستقل. يعني لازم توصل للتحرر والاستقلال الاول،
وبعدين تقدر تختار او هويتك هي اللي بتوصلك للتحرر والاستقلال. تمام. وهي اللي بتقدر موافق. تخليك موافق. هل كان قرار صحيحا قرار قتل المماليك 400 مملوك؟ غير صحيح طبعا، غير صحيح. هو اولا لان محمد علي لم ياتي على ظهر ثوره، علشان الناس اللي بيحبوا يقولوا ده كان هدم للنظام القديم وكده. محمد علي لم ياتي على ظهر ثوره يعني ضد الناس، لا، محمد علي الناس هم اللي رفعوه. ايوه. فهو لما بيقضي على المماليك هو ما كانش بيقضي على النظام القديم، بيقضي على قوه لا المجتمع. هو كان بيقضي على قوه المجتمع. صحيح. تمام. طب خليني اروح بالسؤال ده لحضرتك، يعني ما مدى التشابه بين محمد علي والسيسي؟ في بعض الناس يقول لك انت هترفع مع السيسي لمحمد علي. لا، بعض الناس شايف ان محمد علي لا زال عند بعض الناس، يعني ده الخطوره صانع الدوله الحديثه. فبعض الناس يقول لك يا خبر ابيض، انت هتصنع ثم محمد علي قعد من 1805 ل 1840. طيب معنى كده انك انت محمد السيسي هيقعد المده دي؟ هو المعيار موت ما هو يقعد سنه بعده والفتره الثانيه. هي المعيار الخط العام اللي احنا واخدينه، فكره ايه اللي بيعمله لاستقطاب السلطه والثروه كلها في مساحه السلطه. ايه الفرق بين محمد علي والسيسي؟ ما تكلمنيش نظري. لا انا ما بكلمكش نظري، بقول لك الكلام اللي عندك اللي موجود في الورق. ما عندي انا، مش عندي الجمهور. ما طلعوه. ايه الفرق طلع بين ايه الفرق بين محمد علي ولا هم متشابهين؟ لا لا، هم متشابهين في حاجات كتير. يعني هو محمد علي زي ما كسر قوه المجتمع في مذبحه القلعه وغيرها وسحب السلاح من الناس، برضه انا اقول لك السيسي تشبه السيسي بمحمد علي، هما الاثنين اسوأ من بعض، الاثنين دمروا مصر. ايوه الاثنين في وجه الاستبداد، لكن محمد علي كان عبقريه، يعني في النهايه كان راجل عنده حاجه، يعني يعني ده تفاصيل بقى، يعني عنده حاجه. المهم في الاخر النتيجه النهائيه ان الاثنين بيادوا في مصر الجحيم، نازلين بيها في مستنقع مش هتخرج منه. على فكره محمد علي بعد ما مات يعني كل النظام اللي عمله انهار تماما، يعني الاقتصاد والزراعه والصناعه كله حصل في ديكي جامد جدا. لا لان اللي هم بعدهم ولاده او احفاده كانوا تعملين، هو ما عملش نظام، هو عمل قوه، ركز القوه في ايده، فبالتالي بتعتمد على المكان الشخص. الشخص نفسه. فانت عندك الاربع محاور دول، ايه اللي حصل؟ محمد علي عمل ايه؟ خد السلاح من الناس، رمى الناس في السجون، نفى النصبر، عمل ايه بتاع قتل الناس في الشوارع، نفى، كسر القوى، برضه بيكسر القوى المجتمعيه، مش عايز يعمل قوانين محليات، مفيش النقابات العمالية خش في السجن، احزاب كل واحد يخش في الحزب بتاعه ما يتكلمش، القوى الجمعيات والناس حتى اللي بتساعد الناس قفل الغي، يعني عايز يكسر اي قوة او اي نواة ممكن تبقى مصدر قوة للمجتمع. نفس الكلام اللي عمله محمد علي على مستوى الوعي، زي رغبة شديدة في تدمير وعي الناس وامتلاك واحتكار كل وسائل صناعة الوعي. تعليم، مفيش تعليم، كتب مزيفة وكلام فارغ بيتقال، ومستوى تعليم منهار ومدمر تماما يعني. الثقافة نفس الكلام، الرقابة ومفيش صحفيين يتكلموا، ويمكن اللي حصل اول امبارح القصة بتحكي لي عليه، يخش يعني اي واحد بيعمل حاجة غير مناسبة اركن على طول. طب خليني اتوقف هنا لحظة. يا خليني اقول للسادة المشاهدين انه انا عايز اشكر بمناسبة الوعي، يعني عايز اشكر الدكتور عمرو عادل. مش معنى كده انا زعلان من الاستاذ محمد الهامي، بس الحقيقه الدكتور عمرو عادل والاستاذ احمد عطوان كانوا معانا في حلقه عن ما يسمى بانتخابات 2018 في كلام كبير، والحلقه دي الحقيقه احدثت ضجه كبيره بعد اذاعتها في مصر. هي مرت بمرحلتين، مرحله اولى اذاعتها هنا والشتيمه فينا كلنا من جمهور او قليلين جمهور الشرعيه، كانوا شتمونا شتايم جامده جدا، لكن عقب اذاعتها يوم امبارح، يوم امبارح كان الخميس احدثت ضجه كبيره جدا لما مصطفى بكري الحقيقه تولى عن بعض جمهور الشرعيه شتمتنا، فخد منهم الرايه وكمل علينا، وتم تحويل الاستاذ سليمان الحكيم وسليمان جوده، تم تحويلهم الى التحقيق من قبل نقابه الصحفيين كما ادعوا يعني. وضج على السوشيال ميديا ازاي يطلعوا مع المجرم الارهابي الخاين محمد ناصر، وازاي يحضنوه ويسلموا عليه، ما اعرفش جابوا منين يحضنوه دي، يعني ما عنديش فكره يعني. لكن كمان اتشتم الدكتور عمرو عادل والاستاذ احمد عطوان. انا بس عايز يعني اشكره لان هو يعني غامر معانا في الحلقه دي، وان اشهد الله ان طبعا ما فيش ال 50,000 دولار قالوا الراجل، تصدق بيقول ايه؟ مصطفى بكري بيقول ان سليمان جوده راح خد 50,000 دولار.
$50,000. دي حاجة عظيمة جدا. بقول للناس أنا بجد والله العظيم لو فعلا لو فعلا الأرقام دي عندنا أنا يعني الحمد لله مش عايزين نشتغل يعني حاجة جميلة. فلا أسأل أن أشهد الله أن الأستاذ الدكتور عمرو عادل الحقيقة يعني الراجل يعني بضغط مننا شوية إلى حد ما، بقناعة منه إلى حد ما، قبل المغامرة الفظيعة دي في سبيل بس الوعي، إنك أنت جايب واحد سيساوي عتيد زي ده والحقيقة طلعوا إنه ولا حاجة زي ما طلع كده. فأنا بشكرك وما أعرفش تابعت الضجة ولا لأ بخصوص صناعة الوعي. شوف شوف هتابع يعني. لا يعني فكرة إنك أنت السيسي هناك مجرد ما طلع سليمان جودة وسليمان حكيم مفيش كلام ده يعني تم تدميرهم وتصفيتهم على الهواء والمطالبة بإعدامهم. ده وصلت لمرحلة إن المطالبة إن هم يتحكموا محاكمة عسكرية. دي السيطرة على الوعي، ده الجزء الثاني. المؤسسات والثروة، حالة السيطرة الكاملة على المؤسسات في مصر دلوقتي زي اللي عمله محمد علي. الثروة زي ما أمم الأوقاف، معظم الأوقاف أممها، الأوقاف دي ثروة ضخمة جدا خدها كلها لحسابه. ودلوقتي السيسي بيعمل إيه؟ بيصادر كل ما هو له علاقة بثروة ممكن تروح للناس تاني. أو وعي. جزء من المشكلة. ده تسمع؟ اسمع. سمعني كده يا محمود الله يخليك، سمعني اسمع. وانت عارف وغيرك عارف ان دي قناة بتحرض على قتل المصريين، بتحرض على قتل ضباط الجيش والشرطة، بتحرض على مصر والدولة المصرية وتسعى الى اسقاطها، عشان هم بيدوا فلوس كتير فالبعض بيفضل يبيع نفسه، اروح بقى واخد $50,000 ولما اجي اذا حصل لي حاجة فانا شهيد حرية الرأي وضرورة احترام حقوق الانسان. ما تكلمنيش بقى على الوطنية ولا تكلمني عن حق الاخر. انت هنا بتحط نفسك انت وغيرك في خندق المتآمرين على هذا الوطن، لانه مش هتروح لإسرائيل عشان تطلع في الإذاعة أو التلفزيون الإسرائيلي تقول أنا بدافع عن القضية الفلسطينية. لا، أنا أتذكر سنة 94 القناة الأولى الإسرائيلية اتصلت بأحد المكاتب اللي موجودة هنا اللي أنا يمكن قلت اسمها قبل كده، لقيته بعت لي فاكس على جريدة الأحرار، دخلته لي السكرتيرة ان انا مطلوب اطلع من هذا المكتب الاعلامي لمدة ساعة ونص على القناة الاولى الاسرائيلية وحقول اللي هو اللي ممكن اقوله واشتمهم وبهدلهم. طيب على كل حال هو ده واحد من الكلام اللي اتقال علينا امبارح او يوم الخميس، كمان اتقال المجرم الهارب الخاين الارهابي محمد ناصر وجاء اسمك في الموضوع وانت بقيت على قناة صدى البلد. لكن استاذ الهامي يعني زي ما كنت بتقول محمد علي صادر امم، السيسي هنا بيأمم إعلامه، مش بس بالإعلام، بيأمم حتى قادة فكره. يعني عشان كده أنا بتحدى مصطفى بكري أنهم يستقبلوا واحد مننا عندهم في قناة يتكلم بحرية. ففكرة ده أغلق في السجن وعطول من الطيارة على السجن، مش هزار يعني. قالك تعالى أنت يعني مش توصل للقناة؟ لا مش تلحق طبعا، هتختفي تاني. طب افرض أنه تليفون هيستضيفك بالتليفون أو بالسكايب. لا ما لازم تجيله عشان حرية الرأي. انا بتحداك، انا بتحداك طبعا. مصطفى بكري انت مش بني ادم اكلمك اصلا، انت على جنب، انت تاريخك معروف، ولو سالت اي واحد في الشارع المصري مين ده هيقول اسمك الحقيقي اللي انت معروف بيه، واحنا ما نقدرش نقول الاسم ده. لكن خليني اقول لك انه اي حد يا مصطفى، راجل ابراهيم عيسى لما اتكلم كلمتين قاعد في البيت، عمرو الليثي قاعد في البيت، بنت اسمها ايدي رانيا بدوي قاعد في البيت، اعلاميين بالعبيط يا معلم اللي يخرج عن النص يقعد في البيت. استاذ محمد، هل ده شبه الى حد كبير اللي عمله محمد علي من تأميم الوعي؟ هو ده بالظبط. السؤال الرئيسي، مين اللي يقدر يفتح قناة علشان يحط فيها مصطفى بكري؟ لابد للقناة دي من واحد بيدفع فلوس وواحد بيسمح. أيوه. يعني لابد في ممول ولابد في سلطة. أيوه. قبل محمد علي، قبل ما ندخل في الدولة المركزية، كان ده بإيد المجتمع. يعني في اوقاف موجوده بتخلي قاده الوعي والفكر بيتصرف عليهم بطبيعه المجتمع. فالعالم لما يحاول لما يطلع يرد على السلطان، السلطان اصلا مش ماسك المرتب بتاعه علشان يقطعوا عنه.
لكن لما يجي محمد علي ودولته من بعده ويعملوا منظومة ان مفيش حد اسمه عالم الا اللي انا اقول انه عالم يتعلم في مدارسي وفي الجامعة بتاعتي وياخد الختم انه خد الشهادة وختم الماجستير والدكتوراه، ده اللي يبقى عالم. اي حد تاني اقول له انت مؤهلاتك ايه؟ انت درست في الازهر؟ فكان الازهر اصبح أيوة الدولة بتفرز نخبتها. مش المجتمع بيفرز نخبته. فعلشان كده اول السيسي، اول يعني فترة الحرية طبعا كانت فترة حرية. مع بيان السيسي تم اغلاق كل القنوات المعارضة ليه، خلاص بقى غير مسموح بان حد يشكل وعي الناس الا انا. وعلشان كده السيسي عنده مشكلة مثلا مع السوشيال ميديا ومع الفيسبوك، وهيعملوا قانون علشان يقننوا الدخول للفيسبوك. ليه؟ لان ده ما زال مصدر وعي هو مش مسيطر عليه، مش قادر يكممه. لكن بقية الأمور لا. وهذا شأن الباطل من قديم، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، حصار إعلامي. لأنه طيب ما تسمعوا وتختار، لا ما فيش الخيار ده، مش مطروح، ما ينفعش تسمعوا وتختار، لا تسمعوا. ولا يصرفنكم هذا عن أمركم، يعني ولذلك حتى الدعاية الإعلامية خلت واحد زي سيدنا ضماد الأزدي رضي الله عنه دخل مكة وهو يضع قطنتين في أذنيه لكي لا يتسرب إليه كلام محمد فلا يفتنه هذا عن دينه. يقول ثم أعدت لنفسي فقلت إنك رجل حكيم شاعر. شاعر دي يعني مثقف في أيامه. إزاي يعني يسادد ودانك كده؟ فأزلتهما ثم سعيت إلى محمد فلما جلست إليه أسلم. لما جلس إليه. وعشان كده كان أشد شيء على الكفار أن سيدنا عبد الله بن مسعود يسمعهم القرآن في مجالسهم. ده الصوت الصارخ الخارج عن الحصار الإعلامي. يعني أيام سيدنا محمد نعم. أيوة، لكن الفرق المنظومة، الفرق أنه صنعت منظومة بقوة السلطة. يعني قبل كده كنت محتاج فدائي بس. يعني فرحة السيسي دلوقتي بالدنيا أنه سيطر على الإعلام أمام الاقتصاد. السيسي بيقول بصريح العبارة انه جمال عبد الناصر كان محظوظ لان ما كانش فيه الا صوت واحد. لانه ايوه جمال عبد الناصر ما كانش ايامه فضائيات ولا انترنت. لو كان انترنت. طب هنا بقى بيشوف الحكم ده، جنايات القاهره تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات متهم بالتظاهر في حلوان. من حاسيات الحكم ده ان الولد ده استخدم وحظر استخدامه لوسائل الاتصال الحديثه لمده 5 سنوات. يعني اتحكم عليه عشان ما يروحش هيقعد تحت مراقبه الشرطه لمده 5 سنوات وما يستخدمش وسائل الاتصال لمده 5 سنوات. نعم. مأساة. هو ده الحبس. نشوف الخبر اللي بعده. قناه المانيه، السيسي يتجه لعزل مصر معلوماتيا. القناه الاولى شبه الرسميه بالتلفاز الالماني ARD ان السيسي حول كافه وسائل الاعلام ببلاده لبوق له والنظام، ثم حجب مؤخرا 400 موقع لصحف ومؤسسات حقوقية وإعلامية وتقنية ليتجه إلى عزل مصر معلوماتيا عبر فرض رقابة خانقة على الإنترنت مثل الصين. اللي بعده سريعا، انت عارف البنطلون الجينز محظور على الصحفيين المصريين ومكرم محمد أحمد صرفنا لكم بدل حسن مظهركم. بيذلهم. تخيل بدل ولا بدل؟ بدل عشان تحسن بدل ولا بدل؟ بدل. تسعرت في الساعات الأخيرة دعوة أطلقتها قيادة صحفية تمثل الحكومة الصينية تطالب الصحفيين المصريين بالامتناع عن ارتداء البنطلون الجينز. مكرم محمد أحمد رئيس مجلس أعلى الإعلام دعا الصحفيين المصريين للتوقف عن ارتداء البنطلون الجينز أو الجينز المقطع احتراما للعيب الصحفي. وقال في تصريحات الجمعة كذا أن ارتداء الصحفي لبنطلون الجينز أو بنطلون الجينز مقطع يعني الاثنين أو ده وده أمر خارج عن الذوق وأصول المهنة، مؤكدا أن الدولة قررت زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاصة بالصحفيين وعليهم استغلال تلك الزيادة في تحسين مظهرهم. هي الأزمة على فكرة مش في فكرة البنطلون، إيه فكرة الرغبة في التنميط. أيوة كل حاجة تتنمط، كل حاجة زي مدرسي زي السجن زي العسكري، كل حاجة لازم تبقى في خط واحد ويطلع منتج واحد. فإحنا ده الهدف، كل ما الدولة يزيد استبدادها كل ما عايزة تنمط الكل بنفس الشكل للأسف يعني. وتعقيبا على استكمالا لكلام المهندس محمد، الدوله لما بتنتج النخبه، النظام لما بينتج نخبه بتنطبق عليها معنى البرجوازيه الحاميه للسلطه من الشعب. طبقه مصل صدمات من الشعب. فهي اللي بتنتجها عشان لكن لما الشعب هو اللي بينتج الطبقه دي ما نقدرش نقول عليها طبقه برجوازيه بالتفسير الماركسي، ونقدر نقول عليها ان هي المقدمه او الطليعه الشعبيه اللي بتواجه السلطه. طب هنا اسئله الاخيره عشان الوقت بقى
نهاية الفترة دي قبل الاحتلال الإنجليزي اتميزت بالسيطرة الاقتصادية الكبيرة على السيطرة الاقتصادية، وده ملف كبير قبل الاحتلال. هل أنت متخيل الملف الاقتصادي كان له تأثير فعلا ولا ليك رأي تاني في ده؟ لا طبعا الملف الاقتصادي واحد، ما هو في محور حاطين محور مهم جدا عن الثروة والاقتصاد، وده بيأثر على كل الملفات الأخرى. الاقتصاد واحد من العوامل المحددة والرئيسية في تطور المجتمعات، وهو اللي يعني يمكن كمان بعض الناس بتتطرف شوية وتعتبره هو محرك التاريخ الاقتصادي يعني. فمهم، بس ده اعتقد يعني محتاجين يعني نفهم عشان كده بقى عايز اخد الحلقة الجاية وعد منك ان الحلقة الجاية نتكلم على دور الاقتصاد في تحريك احيانا اما سلبا او ايجابا صحيح الشعب. صحيح. استاذ محمد، سؤال الاخير، انتوا ليه شايفين ان احنا لسه في دولة محمد علي وان الثورة لازم تركز على انهاء دولة محمد علي؟ هو ده سؤال برضه عشان الحلقه الجايه، لان هو ده اللي احنا قلناه بالظبط، ان نمط السلطه هي التي تمسك بخيوط القوه والمجتمع هو الاعزل، هو ده النمط اللي بداه محمد علي والذي لا تزال كل السلطات اللي من بعده حتى الان حريصه عليه. يعني انت عندك السيسي بيحاول يعزل مصر معلوماتيا، لانه انت عارف جورج اورويل في روايته 1984 على لسان المحقق بيقول من يملك التاريخ يملك الحاضر، ومن يملك التاريخ يستطيع صناعة المستقبل. وعلشان كده حتى لما يعني بيقول السلطة ازاي بتنظر للمعارض، هو دلوقتي واحد وبيعذب معارض، قال له المعذب ده بيقول له طيب قول لي انا اعترف لك بايه وانا اعترف لك، قال له لا انا مش عايزك تعترف، انا عايزك تقتنع من جواك انك كنت تحمل افكار ضارة ودلوقتي تبت وانبت وبقيت فعلا بتعتنق افكارنا. هو ده ان انت من جواك تقتنع. وطبعا ميشيل فوكو غريبة ان روايتين يظهروا في وقت واحد 84 ورواية اسمها الساعة 25 على نفس الفكرة بتاعت الاستبداد. ده غير نايت بعد كده لكن الاثنين دول ظهروا في الوقت نفسه في الأربعينات. على فكرة هو نفسه جورج أورويل كان أحد أبواق الرأسمالية ضد المركزية والشيوعية، فهو في الرواية دي عايز يشوه المجتمع الشيوعي وهو احق بالتشويه، يعني هو فعلا كده. لكن الذي لم يعرفه او لم يقصده جورج اورويل ان النظام الراسمالي نفسه اوصل لهذه الفكره. علشان كده روجيه رودي في احد كتبه، للاسف انا غاب عني اسم الكتاب دلوقتي، بيقول ان الحقيقه ان النظام الراسمالي ليس مختلف عن النظام الاشتراكي، الاثنين بيصنعوا المجتمع كما تهوى السلطه، لكن ده بياخدها بالعنف والقهر الشيوعي، لكن الراسماليين بياخدوها بالخداع والاعلام. فعلشان فعلا تقتنع الناس بافكار تنتجها السلطه. طيب يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله، في حاله الاسبوع الجاي هنتكلم على الاقتصاد ودوره كرئيسي عامل، سواء بقى عامل مهم عامل رئيسي عامل اصلي عامل ايا كان، في تحريك تاريخ مصر، وهل الاقتصاد كان ليه دور في تاميم الاعلام او انا اعتقد انه له دور في ان المشايخ يسكتوا او يعني يتحولوا الى مجموعة أبواق للنظام. عارف حضرتك إن النظام محمد علي الإداري لسه ماشي في البلد، هو اللي ماشي لغاية دلوقتي في البلد. طريقة توزيع القوى الأمنية للسيطرة على الناس مصر، النظام الأمني والإجرائي بتاعها اتبنى عشان ياخد الناس للتجنيد، وهذا لا يزال موجود. والتجنيد هو مركز القوة والسلطة في الدولة المصرية، عشان كده طول ما هو موجود فإحنا بنعاني من المشكلة يعني. طيب الأسبوع الجاي نتكلم عن الاقتصاد يا أستاذ محمد. بشكرك جدا أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بمجلس الثورة المصري، بشكر حضرتك جدا. كان مفروض ان احنا نعمل حفلة وليلة على اللي حصل وننتقم من اللي حصل، حفلة علينا يوم الخميس والجمعة على السوشيال ميديا او على التلفزيون صدى البلد او ما اعرفش اسمها ايه الاذاعة دي او المحطة دي، نتكلم عن الناس اللي كانت علينا ونتكلم كمان عن الناس اللي في المعسكر بتاعنا اللي شتمونا. لكن الحقيقة احنا ما لناش علاقة بده وده، ولا اهتمينا بده ولا بده، لا هنا بيشتم او هنا بيشتم مش مشكلة، لانه في الاخر احنا مؤمنين قوي بانه انت كمل دورك. وايا كان يا استاذ الهامي او يا دكتور عمرو، انا معجب بمقوله قالها هيكل لما بيسالوه في مره انت ازاي بتطلع كتاب بيطلع وراك ست كتب بيشتموك، هل بتقراهم؟ قال انا لا اقرا ده ولا اقرا ده، لان انا لو قريت دول او قريت دول سواء اللي بيشكروا او اللي بيمدحوا فانا في النهايه مش هعرف اكمل طريقي، وانا بحط ده كله على الارض واقف عليه عشان اعلى المشروع الجاي. سواء هيكل معانا او مش معانا مش مهم، لكن انا مؤمن بنظريه ما تبصش وراك بص قدامك. الى ان نلقاكم ان شاء الله غدا في 9 بتوقيت القاهره على شاشه قناه مكملين في برنامج مصر النهارده، تصبحوا على وطن حر وعلى خير.